بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في قناة ميكسي كودينج. النهاردة هنتحدث عن إزاي تعمل حملة إعلانية على محرك البحث بينج. طبعا محرك البحث بينج مهم جدا لظهار النشاط التجاري، وكمان بيجيب لك عملاء كتير جدا للنشاط التجاري الخاص بك. ولإنشاء حملة عندك على بينج الموضوع سهل جدا وبسيط، خاصة إن الموضوع ما بتطلبش خبرة كبيرة جدا. اللي متعلم معانا إزاي ينشئ الحملة على جوجل يعتبر محرك البحث بينج قريب جدا من محرك البحث جوجل في إنشاء الحملات. عشان ننشئ حملة جديدة عندنا على بينج، بنروح نعمل حاجة اسمها اللي هي علامة البلاس هنا، وينشئ. تمام، هنا بيقول لك ما الهدف من الحملة. طبعا نفس القصة أو نفس الديزاين أو نفس الحاجة اللي على محرك البحث جوجل. طبعا هنا بيقول لك نوع الحملة اللي انت عايز تنشئها، زيادة الحالات الناجحة، ولا مثلا هتروج لتطبيق أو بيع منتجات. طبعا احنا هنا هنتخطى كل الكلام ده كله، واحنا عارفين احنا هنعمل ايه. هننشئ حملة احنا عارفين نحدد الهدف بتاعها بعدين. بيقول لك نوع الحملة اللي بتريد تنشئها. طبعا انت عايز تنشئ حملة عن سكن مثلا، ولا تسوق، ولا مثلا الجمهور، ولا الأداء الأقصى. ده كل انواع من الحملات، بس احنا عايزين ننشئها على محرك البحث اللي هي بحث. تمام، هنا النوع الإعلان نفسه اللي انت هتعرضه. طبعا احنا اخترنا نوع الحملة خلاص اللي هي البحث على محرك البحث. نوع الإعلان بقى احنا عايزين ننشره على شبكة البحث، فنختار شبكة البحث والاستمرار. موضوع سهل جدا وبسيط. هنا بيبدأ يحمل معانا، عايزين نضيف بقى بعض البيانات عن الحملة نفسها، اسم الحملة. طبعا اسم الحملة يعني عادي زي ما احنا اتفقنا ان هو ما بيفرش، انت تسمي الحملة بتاعتك الاسم اللي انت عايز تختاره. ولو يكون مثلا هنعمل انشاء حملة اعلانية على جوجل مثلا. طبعا لو انت عايز تستخدم حاجات اعدادات في حملة سابقة وانت كنت ناشئها ولا حاجة، فانت بتعمل السيليكت على الاوبشن ده، فطبعا بيضيف لك حاجات كتير جدا من الحملات اللي انت عملتها، فبيوفر عليك الوقت. طبعا احنا لسه عشان الحساب لسه جديد، فاحنا ما عندناش عليه اي اعلانات. طبعا الميزانية هنا انت بتختار، مثلا احنا ممكن نحدد اقل ميزانية عندنا، ولو يكون $3 مثلا في اليوم. طبعا الميزانية زي ما اتفقنا في محرك البحث جوجل والمحاضرات السابقة اللي في القناة، ان الميزانية بتحدد المنافسة بينك وبين بينك وبين منافسيك. المنافسين طبعا ممكن يكون، يعني ده زي ما احنا اتفقنا ان هو عبارة عن مزاد، سواء على محرك البحث جوجل او سواء محرك البحث بينج. هنا مزاد، أدام المنافس بتاعك بيعلي الميزانية بتاعته ومعاه كلمات بحثية كبيرة جدا وعليها طلب، فهو اللي بيظهر أول في محرك البحث. عكس اللي هو مثلا عنده كلمات بحث ضعيفة شوية والميزانية بتاعته قليلة، أو حتى لو الميزانية بتاعته كبيرة وحاطط ميزانية كبيرة، برضه ما بيظهرش بنفس الصورة اللي عمل إعداد الحملة بطريقة احترافية، لأن كلمات البحث مهمة جدا جدا في إنشاء الحملة وإعداد الحملة. لأن أنت دايما بتختار كلمات بحث وأنت مركز على الحملة بتاعتك. يعني إحنا مثلا الحملة دي بتاعتنا مثلا بتتكلم عن إنشاء حملة إعلانية على جوجل. تمام، الهدف منها إن هي تجذب الناس اللي عايزين يعملوا حملات إعلانية على محرك البحث جوجل. فطبعا الكلمات البحثية هنا لازم تكون مركزة كل التركيز على ازاي ننشئ حملة اعلانية على جوجل، وازاي نستهدف العملاء اللي هم عايزين ينشئوا لنشاطاتهم التجارية حملة اعلانية على جوجل. فهنا طبعا المزاد بيرسى او البنج بيرشح الاعلان بتاعك، او بيطلعه اول واحد في نتائج البحث بتاعته بناء على الكلمات البحثية اللي عليها مزادات عالية. وكمان الميزانية، ما ننساش قصة الميزانية برضو مهمة جدا.
طبعا هنا تقدر تحدد المكان اللي انت عايزه، مثلا المملكة العربية السعودية، او انت عايز تحدد مكان بعينه على الخريطة. مثلا هو يعني بيجيب لك الخريطة، تمام، وبتقدر تعمل زوم وكل شيء، يعني ممكن تحدد بلد بعينها او مكان بعينه على حسب الاختيار اللي انت عايز تختاره. نفس القصة بالظبط عندك في محرك البحث جوجل. طبعا احنا هنا هنختار المملكة العربية السعودية. طبعا هنا الموضوع ده مهم، بيقول لك الاشخاص في موقعك المستهدف، يعني هيستهدف الاشخاص فعلا موقعك المستهدف اللي هي داخل المملكة العربية السعودية، ولا الاشخاص في صفحات الويب بمواقعهم المستهدفة والذين يبحثون عنها او يعرضونها. يعني مثلا ايه، في ناس بتبقى خارج المملكة العربية السعودية بيعرضوا منتجاتهم داخل المملكة العربية السعودية مثلا، او مثلا ناس بيستهدفهم او بيرتبط باعمالهم في داخل المملكه العربيه السعوديه، بس هم موقعهم خارج المملكه. فطبعا اهم حاجه ان انت تركز على النقطه دي، اللي هو الاشخاص اللي هم في موقعك فعلا المستهدف يعني. طيب اللغه هنا، طبعا احنا هنركز على اللغه العربيه فقط. اللغه العربيه لان بيرتبط بالبلد اللي انت بتشوف فيها الاعلان. طبعا لو احنا اخترنا اي لغة تانية فما برجحش ان انت تختار اكتر من لغة، خاصة مثلا احنا هنا مثلا، او خاصة داخل المملكة العربية السعودية مثلا، في جنسيات كتير جدا بيتكلموا اكتر من لغة. فانت لو نشرت الاعلان بتاعك باكتر من لغة، فطبعا في اعلان واحد فده ما بنصحكش بيه، لان بيكون نتائجه مش مرضية قوي. فانت ممكن تنشر اكتر من اعلان باكتر من لغة. ازاي يعني؟ مثلا احنا نشرنا الاعلان باللغة العربية، ممكن نعمل اعلان تاني بلغة تانية وهكذا. هنا المواد العرض اللي هي مثلا ايه، اتصل بنا مثلا، مثلا في لينكات معينة بتودي على صفحات معينة عندك على الموقع الالكتروني، لو انت عندك موقع الكتروني وكده ممكن تفعلها. هنا بيقول لك لو انت عايز تعمل اخلاء مسؤولية وحاجات زي كده عادي مش هنتكلم فيها. تمكين الإعلانات الديناميكية على الشبكة، لو أنت عايز تخلي بينج يعمل لك إعلانات ديناميكية تناسب كل الجوالات أو كل مثلا الأجهزة اللي تعرض عليها. هنا بيقول لك عايزين نضيف الويب سايت اللي أنت هتعرض عليه. مثلا احنا هنعرض نجيب مثلا الموقع بتاعنا مثلا ده، ونقول له احنا هنعرضه في الموقع الالكتروني. لغة الموقع اللغة العربية، استخدام فارس بينج لموقعك على الويب. طبعا هنخليه يعمل فهرسة للموقع بتاعنا، تمام. الحفظ والانتقال للصفحة الثانية، هنا هنبدأ نتكلم عن اسم المجموعة الإعلانية، ولو يكن مثلا حملة إعلانات على جوجل. طبعا هنا لو انت عايز تولد بعض الكلمات الرئيسية، بس احنا مش هنا مش هنولد الكلمات الرئيسية، لا احنا هنكتب بعض الكلمات الرئيسية مثلا، ولو يكن حملة إعلانات على مثلا جوجل. نشر حملة إعلانية على جوجل، حملات إعلانية.
مثلا، وكمان في أداة مهمة جدا عايزك تستخدمها على طول عشان بتساعدك إن أنت تجيب بعض الكلمات الرئيسية المستهدفة، وهي الأداة الخاصة بجوجل وهي جيمنال، ودي أداة مهمة جدا جدا جدا. ممكن تكتب له كده مثلا كلمات رئيسية مثلا إنشاء حملة إعلانية على جوجل، هيبدأ يساعدك إن هو يجيب لك بعض الكلمات الرئيسية. مثلا زي ما احنا قلنا إنشاء حملة إعلانية، حملة إعلانية جوجل، إعلانات جوجل، إعلانات مدفوعة مثلا، ناخد الكلمة ديت مثلا إعلانات على جوجل، و التسويق الرقمي، ومثلا زيادة المبيعات، دي بعض الكلمات الرئيسية. طبعا احنا عايزين كلمات رئيسية كتير عشان نقدر يعني تكون الحملة بتاعتنا مستهدفة استهداف كامل. ممكن نخليها هنا إعلانات جوجل أدز، ممكن نخلي كلمة واحدة حملة جوجل، تسويق، فدي بعض الكلمات اللي احنا هنستهدف بيها الحملة. تمام، هنقول مثلا حفظ للخطوة الثانية، تمام. هنا طبعا حاجات مهمة جدا اللي هو بيقول لك اضف الروابط لأقسام المواقع اللي هي عندك مثلا، يعني أقسام المواقع مثلا، ولا يكون ناخد أول واحد مثلا كده، يكون تواصل معنا أفضل حملة هنا بقى، تحط الرابط بتاعك يعني المفروض HTTPS. تمام، وعلى الجوال ونفذ. تمام، هنا بدأ ضاف لنا معانا أول رابط. نضيف رابط كمان مثلا، ولو يكن نجيب بقى حملة على جوجل،
قاعد اهو رابط. اتصل بنا، حملة إعلامية على محرك البحث جوجل. انشر إعلانك على محرك البحث. بعد الرابط النهائي طبعا هنا اللغة طبعا العربية، ما تنساش النص بقى اللي احنا عايزين مثلا مثلا يتصل بينا، وهذا الرابط ممكن تضيف اكتر من واحد طبعا، يعني انت ممكن تضيف واحد كمان اللغة العربية، و مثلا ناخد حاجة مثلا تكون لها صلة بالموضوع. الحجز الآن، لا طلب الآن، هتلاقي في حاجات أفضل يعني. تسجيل جرب الآن مثلا، جربه الآن مثلا، ونجيب عنوان تاني عادي. ناخد الرابط ده نحطه هنا للجوال، طبعا لو عندك عروض مثلا ولا اي حاجة ممكن تعملها برضو، يعني مثلا العرض مثلا بمناسبة مثلا اليوم الوطني السعودي مثلا، اليوم الوطني، اللغة العربية، تاريخ البداية مثلا، تاريخ بداية العرض سبتمبر، يوم واحد وعشرين سبتمبر. مثلا عروض اليوم الوطني، عروض